مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة الكوزينة على النهار تي في. اليوم عندنا طبق وتحلية. طبق تاع اليوم راح نسافروا معايا للهند، راح نديروا تشيكن بيتر مع الخبز النعناع. انا بالي هذا الطبق يعجبكم بزاف، ما فين كاين الناس يروحوا على جلو المطاعم الهنديه هنا في الجزائر، مي من اليوم ما تجيش تروحوا لهذوك المطاعم تقعدوا طيبوه في الدار. نبداو على بركه الله. هنا بياسر عندي ان بلون بولي، هنايا عندي نص ربطات الحشيش مقطفه، عندي طماطم، عندي نص حبه بصل، عندي سكنجبير، عندي حبه حار، هنايا عندي الفلفل الكحل، عندي الملح، عندي الكركم، عندي زريعه الكزبر، عندي البابريكا، هنا عندي حب الهيل، وهنا عندي ليبيس غراهام ماسالا او ينباع في الاسواق الجزائريه، عندي مغرفه طماطم مصبره، عندي لاكريم فريش، وعندي طماطم ملحيه اللي تنباع في العلب، هنا عندي ثوم معجونه صديق مرحيه، وهنا عندي عصير الليمون. نبداو بالتشيكن تاعنا، يعني بالدجاج تاعنا حين نقليوه. الوغ نبداو هنايا نديرو الزبده، لانه بيتر تشيكن دونك هنايا الدجاج بالزبده نديرو مليح. هنا لازم زبده ماشي مارغارينا، دونك ما يعادل 30 غرام تاع الزبده. نخليوها تقلى باش نقليو فيها الدجاج ديالنا. حنا نخليو الزبده كما يقولوا في غردها الدوب، نروحو نوجدو الصلصه. هنا هاد الطريقه سريعه تاع تشيكن بيتر، باسكو الاصل ديالها نقليو ونزيدو الخضار ايتو. هنا نديرو كلش في الميكسور، دونك عندنا لو بول ديالنا تاع الميكسور. رايحه نحط هذه صلصه الطماطم اللي تكون واجده، نديروها هي الاولى هكذا. هنا رايحه ندير الحشيش مقطفه، هي باسكو اصلها حشيش مقطفه ومعدنوس. هنا راح ندير غير الحشيش مقطفه، على بالكم لا كويزين انديان اللي تري زيبيسي اللي تري غولفي. هنا عندي ما يعادل حبه طماطيش، رايحه ندير بصل خضر ثاني نص حبه، رايحه ندير نصف الكميه تاع لاكريم فريش، والنص راح نديرها مع الدجاج هكذا نصف الكميه. الان راح ندير شويه ثوم هنايا، والباقي نديرها مع الزبده ديالنا. هنا نفيريفيو الزبده ديالنا باش نقليو فيها، هنا ماشي حتى الفيم جوست الفون هكذا، نطفو المكان ديالنا. الان رايحه نضيف جو تيتران. هنا لي زيبيس رايحه نديرهم هنا ديريكتومون في الدجاج ديالنا، ونبداو ميكسيو كامل هذا الخليط مع بعض. هنا الحبيبه حار، انتم ولا تحبوها بزاف حاره تقدروا ترحيو الحار، مي انا راح نفضل نرميها اون ديرني مع لاصوص هكذا، ونجيبو نرحيو الصلصه ديالنا اللي راهي واجده ديجا، راهي واجده. صدقوني هذه الطريقه خفيفه بزاف. هنا لاصوص ديالنا راهي ترحات، حنا نخليوها على جانب باش نروحو نشوفو الدجاج تاعنا. هنا الزبده ديالي راهي دابت، رايحه نضيف هنا البلون دو بولي تاعي قطعتو دي غون كوب هكذا، رايحه نضيف سكنجبير فخي. هنا ولا ما عندكمش الفخي تقدروا ديرو السكنجبير غاسين يابس كما يقولوا، لانه على بالكم لا كويزين انديان فيها بزاف لي زيبيس، دونك مليح نتبعوا كامل واش يديروا هما، ما نقدروش نستغناو. هنا فلفل ابيض، هنا بلا عندك فلفل اسود لكن الاختيار تقدري ديريه. هنا بيان سور راح نديروا الملح، راح نديروا الكركم راح يعطينا ذوق ولون لاصوص ديالنا هكذا. هنا عندنا زريعه الكزبر دونك مولو، دونك عندنا غران كوريوند مولو. هنايا عندي البابريكا اللي هي العكري، صدقوني هذا تشيكن بيتر هايل. هنا عندي ربع حبات حبهان ولا حب الهيل ولا لاكاردامون، انا نرميهم هكذا لانه ما حين ينحلوا بوندون لا كويسون. وهنايا عندي لو مينون سبيسيال غراهام ماسالا او ينباع، هنا جوست راس المغرفه لانه الي تري انتونس وعنده رائحه هايله هكذا. نخلط الدجاج تاعنا بيان سور ونخليوه يتقلى
بعقله كما يقولوا. هنا لاصوص تاعي راح نصب فيها، وقعدوا معايا ونعود بعد قليل. مشاهدينا، بعد ما طبنا الدجاج تاعنا رايحة نزيد نضيف نصف كمية اللي قعدت لي تاع الثوم، نضيفها هنا ورايحة نصفي المرقة تاعنا ولا لاصوص ديالنا اللي درناها من قبل. لازمش ما تجينا اون صوص فلوتي اليس كما يقولوا، هذا هو السر باش تنجح لنا تشيكن بتر ديالنا. نبداو نضيفو لاصوص هكذا، سيتروني راهي ديجا دوكا رائحة. هكذا نبداو تما يقعدو لنا كامل هادوك الزوائد تاع البصل تاع الحشيش من تحت حتى تكمل كامل الكمية. الآن حبط كامل العصارة تاع هاديك لاصوص اللي درناها، نجيب ان غامكان اللي ندير فيه باش نخليه يقطر ونحركو لاصوص ديالنا هكذا. الآن نطفو مكان العمل ديالنا باش نزيدو الطماطم والحر ديالنا هكذا. الآن حبيبة تاع الحر راح نضيفها هنا، راح نزيد مغرفة أكل تاع الطماطم، طماطم مصبرة. هكذا هنا جوست مغرفة صغيرة باش تجينا الذوق والبنة أيضا هكذا. ونحركو تشيكن ديالنا، سيتروني ديجا اللون والرائحة هايلة هكذا، باش من بعد نروح نديرو لو بانان اللي راح ياكومباني لو تشيكن بيتر ديالنا. ونعود مشاهدينا، بيتر تشيكن او يطيب عقلو. راح نديرو الخبز النان اللي هو الخبز الهندي. هنا عندي زوج كيلات تاع الفرينه ولا حبيتو دو فيغ تاع لا فارين. رايح ندير بيان سور قريصه ملح. هنا رايح نديرو غير مغرفه اون كويير ا كافي تاع لا لوفور، هنا خميره الخبز. رايح نديرو لها السكر ايضا هكذا. هنا عندي مغرفة تاع الخل ابيض. هنا رايحه نضيف ان بو تاع الياغورت ناتور، هنا ولا ما عندكمش تقدروا تعوضوه باللبن. الحلقه السابقه كنت درت لكم الخبز تاع اللبن وخدا نجاح كبير، لانه راسلتونا على عبر صفحه النهار تي في في حصه الكوزينه وخدا نجاح كبير. ان شاء الله قعدوا متتبعين وفيين. هنا راح ندير ثلاث مغارف تاع زيت زيتون، دونك هنا واحد زوج ثلاثة. الخبز ساهل خفيف، هنا ما يخمرناش بزاف. الآن راح نخلطوا جميع المواد مع بعض. هنا ولا عندكم البيتخان بيان سور راح نستعملوا البيتخان، مي أنا نحب نخدم بيديا هكذا. لازم بيان ندخلوا كامل هذوك المواد اللي درناهم لها هكذا. اون فا فريتي هكذا لا بات ديالنا، ونبداو نضيفوا لوتيت بيان سور. بسم الله حتى تلم لي لاباط تاعي، لازم تكون عندي مول. هنا لي بانان هادوما راح نفرسيهم بالفرماج، ومن بعد ندير لهم واحد الحشائش هكذا مع الاخر باش ندهن بهم الوجه تاع الخبز ديالنا ان شاء الله لما يطيب. انا نلم لاباط مشاهدينا. بعد ما نميت لاباط ديالنا لازم تكون هكذا مول، نعجنوها ما نعجنوش بزاف هذا الخبز، نخليوه يرتاح لمده 30 دقيقه باش من بعد نقرصو ونعود. مشاهدينا، بعد ما مروا 30 دقيقه اختمرت المره الاولى، انا قرصت الخبيزات ديالي هكذا. دوك نسي نابلاتي شويه الخبيزه ديالي ونحط لها بورسيون تاع فرماج هكذا نديرو في الوسط، لانه هاد لينان معروفين بالفرماج. ونديرو شغل كموسه كما يقولوا هكذا،
ونعاودو نبوليوها باش تجينا لافون. نزيدو نخليوها تختمر واحد 10 دقائق لو طون اللي تسخن المقله ولا الطاوه اللي عنده طاجين ولا يطيب فيه. هنا ولا ما حبيتوش ديروا الفرماج بورسيون لكم اختيار، مي الاصل تاع لا روسيت لازم لينا نجيو نايجو بالفرماج هكذا. وسيو نعطي لهم الشكل الدائري، نكملوا جميع الكميات. هنا ولا حبيتوا تضاعفوا الكميه ولا تكبروا الكيله باش يجيكم عدد كبير تاع الخبز ايضا هكذا. نغلقوها على فرن كموسه ونديروها يختمروا. علاش لا بروميير لوفي سي تري امبورطون كي تعطوا لها الوقت باش تختمر وترتاح. لا با تعاونكم ايضا كي نجيو نحلوها بالغلو تعطينا الطوع كما يقولوا هكذا. نحلوها غير شويه، نحطوا فرماج ديالنا هكذا عادي. وكي تكون لا بون كاليتي ايضا تاع الفرينه، انا نغطي الخبيزات ديالي نخليهم يرتاحوا 10 دقائق واني شعلت على المقله ديالي باش تسخن لي ونعود بعد قليل. مشاهدينا بعد ما جازوا 10 دقائق رايحه نحل البولات تاعنا والخبيزات ديالنا هكذا عدد داغولو. نقعدوا نحلو هكذا سيو ما نعبزوش بزاف باش ما يخرجناش هذاك الفرماج. هنا اوتر سو طون راني سخنت المقله راهي تسخن ونبداو نحلو هكذا. نعطو لها الشكل دائري، صدقوني جو هايدين ولا اروع هكذا. هنا باسكو رايحين ينتفخونا لانه درنا لهم الخميره. هنا تقدروا تعودوا الخميره تاع الخبز بالبيكربونات، مي فو غاردي توجور الخل هذاك هو اللي يعطينا طراوه هكذا. ونشدوا الخبيزه ديالنا بسم الله هكذا، نشدها نحطها في المقله تاعي. انا كنت مسحتها بشويه زيت ونخليو لينا تاعنا، بصح شاك فوا نقعدو نقلبو فيهم دوك غير تبدا يدخلها طياب كما يقولوا. نبداو نقلبو فيهم، هنا نطلع شويه نزيد شويه الفرن ونبداو نقلبو فيهم كما كنديروا المحاجي ولا هذوك المطويات هكذا. نكمل نحل البقيه تاع لي بول ديالنا هكذا. هنا من بعد باش ندير لهم المنسمات راح ندوب شويه زبده، ندير لها الحشيش مقطفه، شويه ثوم، وندهن بهم الخبيزات ديالي. مشاهدينا شوفوا الخبزه تاعنا الله يبارك هي بدات تنفخ. انا جو بروفيت نحل الدوزيام هكذا. هكذا نقعدوا نقلبوا من جهه بجهه باش يدخلها الهواء وزيد تنفخ. الان هاي طابتنا الخبزه الاولانيه رايحه نحيها بسم الله، ندير دوزيام هكذا الله يبارك باش نبدا نحل لا تخوزيام ان شاء الله. فيه عمل هاد تشيكن بيتر والخبز النار من لانه بنين بنين يعني صافو لكون شقاو على جالو. انا نكمل نحلهم كامل ونعود بعد قليل. مشاهدينا حان الان موعد لي صابلي ديالنا، لي صابلي ديالنا اللي هما صبيعات ولا لي ميني ايكلير او فرامبواز. هنا عندي 250 غرام مارغرين، رايحه ندير لها ما يعادل 120 غرام سكر كلاص هكذا. ندرب السكر جو في بلانشيغ المارغرين ديالي مع السكر، ورايحين نضيفو البيض ديالنا. هنا صدقوني هاد
بسابلي الان مشاهدينا حنضيف البيض. هنا عندي حبه بيض زائد جوج صفار ان اوف بلس دو جون دو. هنا هاد لي صابلي سيتروني شحال يجو خفاف وبنان. رايح ندير ايضا 50 غرام تاع نواط كوكو حمصتها. هنا يجو بذوق نواط كوكو. هنا ولا حبيتو ديروا الكاوكاو محمص ولا اللوز محمص لكم الاختيار. نبداو نضربو ايضا انا حندير لاغوم ديالي. هنا مانيش حندير لافاني. هنا عندي اغوم فرامبواز او ينباع ولا لاباط دو فرامبواز. ميم السعر ديالها ماشي غالي. هنا ميم الشكل والذوق راح يجينا لا كولور مليحه. هنا رايح ندير غير راس مغرفه تاع القهوه لا لوفيور لانه باش ما ينتفخوليش لانه حنطيبهم في ليمول هكذا على راس مغرفه لا لوفيور ونكمل نضرب. الان راني ضربت مليح هاد المقادير. رايحه نضيف الفرينه. الان نظف مكان العمل. نجبد الصفايه ورايحه بيان سور عندنا الفرينه تاع عمور اللي رايحه نضيف حتى تلملي تولي لي اون بات مول هكذا. ونبدا نضيف ونصيرها او ميم طون. الان هنايا في هاد المرحله رايحه نضيف اون بانسي تاع الملح مع الفرينه تاعنا باش الكاطو تاعنا ما يجيناش صامط كما يقولوا. ونبدا نضيف نلمها عادي كما ما فين تلمو لي صابلي ديالكم باش نقدروا نحلوهم في ليمول. انا نلم لافارين ديالي ونعود بعد قليل. مشاهدينا هنا بعد ما لمينا لاباط خليتها ترتاح لمده 20 دقيقه. الان جو بخون دي بول وزن هكذاك 20 غرام باش نديرهم في هاد لومول. لومول هذا يشبه بزاف لي زيكلير دونك سي دي زيكلير او فرامبواز حاجه جديده. مي لو كلاصاج اللي راح يكون هنا الحاجه المليحه في هاد الكلاصاج راح نديرو بلوغي سوفلي. كونوا متابعين وفيين لهاد الحصه هذه وراح تشوفوا بلان داسوس في لي غاتو. الان رايحه ناخذ هكذا لافا نديرها صبيعات ونحطها نونطاسيها في لومول كيما راكم تشوفوا هكذا. هنا خلو مجال ما تعمروهاش حتى لو فون تاع السيليكون ديالنا لانه راح تنتفخ. هنا ولا ما عندكش لو مول تاع سيليكون اون فون اكلير لكن الاختيار راه كاين بزاف الاسواق الجزائريه معمره بلي مول يعني بوفي شوازيغ دوطخ موديل مي فو غاردي توجور لا ميم بات تاع لا ميم بات ستادير ولو كلاصاج ايضا هكذا. انا الكلاصاج تاعي حنديرو غوز سي ان رابيل تاع واش درنا لا بات فرامبواز مع لا نوات كوكو سي تري بون حاجه بور سا شونج شويه هكذا. انا نشعلت الفرن على درجه الحراره 170 درجه نعمر المول ديالنا ونعود بور لو كلاصاج. مشاهدينا بعد ما طابوا لي صابلي ديالنا خليناهم يبردوا رايحه ندير لهم دوك لو دوزيام مونتاج سي كوا. الوغ هنا راح ندير كميه من الشوكولا. انا الشوكولا ديالي لونتها لون الوردي لانه شويه فيغ لو كلاصاج ان رابيل تاع لاغون فرامبواز. ناخذ كميه صغيره تاع الشوكولا هنايا شغل نطليو كامل هاد لافاس هادي باش يحكم لنا لهداك الاروز المنفوخ. هنايا جوفي ميتر الاروز راه ينباع بزاف جاوني تساؤلات قال لك كيفاش يطيبوه كيفاش ياكلوه. دونك نشدو هكذا بالحبيبه ونحطوهم باش يجمدوا فوق الشوكولا لانه حندير دوزيام كلاصاج باش يجيني شباب. صدقوني شحال يجي هاد الحلوه لي تخو كلاس يعني راقيه سي دي سابلي بريستيج هكذا. نديرو طبقه عشوائيه تاع الاروز. هنا كاين الاروز بالالوان تقدروا تستعملوا ولا لقيتي باللون الوردي سي انكور ميو هكذا كيما راكم تشوفوا. هنا باش تجينا الطبقه ويجينا هذاك لو كروكون مع لي سابلي تاعنا يذوبوا في الفم مع لو كروكون واش نقول لكم ولا اروع هكذا.
نشدوا ايضا هذا هنا، ما حبيتوش ديروا اللون الوردي لكم الاختيار، ديروا الشوكولا واش عندكم في الدار كما يقولوا هكذا، ونبداو نضيفوا حتى نكملوا جميع الكميات ديالنا ونعود. مشاهدينا بعد ما جمدت لي الطبقه الاولى تاع الاروس، رايحه ندير لو كلاصاج كومبليت تاع لي سابلي تاعنا بريستيج هكذا بالشوكولا كامل على الجناب تانيت ايضا هكذا. هنا ولا ما حبيتوش ديروا الشوكولا باش يلصق لكم الاروس ديالنا، تقدروا ديروا كراميل توفيا هكذا، نهزوا شويه باش يحبطنا كامل لو سيربلو تاع الشوكولا، نحطوها بيان سور في سنيوه يكون فيها ورق زبده باش نديروها في المجمد. نزيدو نطليو الدوزيام هنا يجيو شبان، تقدروا ديروا ان ديغرادي ايضا هكذا، حتى نكملوا كامل لي سابلي ديالنا ونعود في طبق التقديم. مشاهدينا الاطباق الهنديه راهي واجده هنا، تشيكن بيتر راهو واجد بعد ما طاب، هنا درت له شويه الكريمه ودرت له نوات كاجو، لانه هذا الطبق يحضروه ولا كي يجيو يقدموه يقدموه بنوات كاجو. وهنا لي سابلي ديالنا هامليك بريستيج ما شاء الله جاو، شوفوا اللون الوردي تاني، هنا زينتهم بشويه ورق الذهب. والان نروحوا الخبز ديالنا لي نان اللي هو لازم يكون سخون بيان سور. هنا وجدت له ذوبت شويه الزبده، درت لها شويه ثوم وحشيش مقطفه، ورايحه ندهن في الاخير هكذا ندهن الخبيزات ديالي كاملين باش ينتكلوا سخونين. ان شاء الله هاد الاطباق تنال اعجابكم وراح نتيهم، نعطيكم موعد الحصه القادمه ان شاء الله. سلام.